الياس الابيض في كرة عن طريق خامس. خامس رودريغيز يمشي جارد بيل، جارد بيل يلعب كرة خطيرة جدا الهدف الاول والاروع يا الريال عن طريق الارهابي، عن طريق الارهابي في الاندلس، راسه مطلوب وقدمه مطلوبة ومكروهة في الاندلس. الهدف السابع عشر من دون رونالدو في مرمى الكبير الاندلسي، عالمي المدريد عالمي. كرة موسيقى، كرة موسيقى، واحدة اثنين خرجت من خمس، خميس وصلها اليمين، يمشي الويلزي جارد بيل يلعب كرة على القائم اليساري الثاني في المتابعة المهاجم رقم واحد. رونالدو يفتح بوابة التسجيل ويغير ميزان المباراة، ولكن يؤكد موازين اللقاء. الريال أقوى، إشبيليا سيفتقد كثيرا لكل من راكيتيتش وأمبيا. 1-0 للبلانكو للريال مدريد عن طريق الكراك كريستيانو رونالدو. نتيجة منطقية ب ماضي انكتب في اخر مركات وفي اخر ثمانية، ما هو جاهز، ما عملش الاستعداد البدني. رونالدو سجل الثاني، كريستيانو رونالدو، رونالدو عاد لكم من جديد، أدوني سجل من جديد، الركبة براتو رونالدو جاك، الركبة براتو رونالدو جاك، في صفر السكوندو للريال مدريد. شوف الكرة فماش، شفت راموس، شفت اللي حكيته واللي قلته، راموس وكروس فماش، فماش بيسيك، فماش بتاخذ كرة دور مليح، بنزيما دون رونالدو ما يرحمش، قطع الشبكة البرتغالي. الهدف الثاني للريال والكاس صارت مضمونة، الكاس صارت مضمونة، ورونالدو يكبر بالثنائية، اطمئنان تام على رتبة البرتغالي. بيمناه يسدد، بيسراه يسجل، كريستيانو باليمين كبير وبشماله كبير، البرتغال البالون دي أورو. 6 محاولات، 4